بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم عنا جهاز A51 حماية 8 قفل على حساب جوجل FRB. فاليوم له طريقتين. اول طريقة هي فك الجهاز، نعمل له نقاط تيست بوينت، وتاني طريقة اللي هو نشتغل على السيرفر. اغلب الاحيان السيرفر بيكون قافل وبيكون غالي. فاليوم نحن الطريقة اللي رح نشتغل على اداة شميرة. خلينا نكمل الجهاز. ما يكون شايفين قافل. طبعا نحن فكينا الجهاز، راح نفصل عنه البطارية ونرجع نوصل على البطارية. وصلة موصول البطارية. هون عنا نقطتين تيست بوينت. نوصل الجهاز مثل ما شفتوا اخذ معنا. راح ننتظر شوي. مثل ما يكون شايفين دخل معنا المود، هاد اخذ معنا الجهاز. هلا كل اللي راح نعمله نفوت على خانة ال FRB، نعطيه FRB Remove. راح ننتظر شوي. تمت العملية بنجاح. افصل الوصل عن الجهاز، نرجع نقلب الجهاز، نفصل البطارية، نرجع نوصل البطارية. خلينا نشغل الجهاز. تمت العملية بنجاح اخواتي. هلا بالنسبة بعد العملية هي انه نتخطى حساب الجوجل FRB، نمسحه. الجهاز راح يطول بالاقلاع، فما يعني ما تلبكوا او تفكوا او تركوا البطارية او يصير شيء. كل ما عليكم انه تستنوا. اعطي ستارت. خلينا نكمل. بدي منكم انه دققوا على الفيديو شوي شوي وتابعوه على المظبوط، شي ما يصير اي غلط، لانه اي غلط الجهاز احتمال يطفي معكم. فبتكون ديروا بالكم. العملية هي شوي خطيرة للجهاز.